والجود خامسها والفضل ساديها والبر سابعها والصبر ثامنها والشكر تاسعها واللين باقيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، حمدا طيبا مباركا فيه. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ورحمتنا محمد صلى الله عليه وسلم. يا خير من عطر الأرجاء تلبية حتى هوى من صداها الإفك والصنم، وخير من طاف حول البيت مبتهلا، وخير كف مضت للركن تستلم. صلى عليك إلهي كلما هتفت في مكة الحب نفس أوسعت قدم. اللهم صل عليه وآله وصحبه وتابعيهم وعلينا معهم برحمتك يا أكرم الأكرمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقبل الله طاعاتكم، ثبت الله نياتكم، كن حافظا للسر. لنقف اليوم أيها الكرام مع قضية في منتهى الأهمية قلما استطاع الرجال الحفاظ عليها، حتى قالوا قديما إن نقل الأحجار أهون من حمل الأسرار، لأن الصدور تضيق بالأسرار. وكما قال سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه، قال: السر أسيرك فإن أطلقته أسرك، السر أسيرك فإن أطلقته أسرك. لذلك قالوا: صدور الأحرار قبور الأسرار. الحر هو الذي يحافظ على السر. ولقد عاب القرآن الكريم على الذين ينشرون الأسرار ولا يستطيعون كتمانها، قال تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. حفظ السر. ولنا وقفة مع كلام لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعجب أشد العجب من هذا الحديث الذي تستطيع تطبيقه على جميع مجالات الحياة، في كل الأعمال، في كل المهن، في كل الحرف، في كل الوظائف. هذا الحديث مهم جدا، قاعدة ذهبية نبوية من حضرة نبينا صلى الله عليه وسلم. وعلى أثر ذلك قس جميع الأعمال. إن حفظ السر يعادل أجر الحاج، يعادل أجر الحج حين يذهب الحاج من بيته ويترك الأهل والمال والولد والبلد وينطلق إلى بيت الله. أعطى النبي صلى الله عليه وسلم ذات الأجر لمن يحفظ السر. يقول عليه الصلاة والسلام، حديثنا هو اليوم، يقول صلى الله عليه وسلم: من غسل ميتا، من غسل ميتا فأدى فيه الأمانة ولم يفش عليه ما يكون منه عند ذلك خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. الذي يحافظ على السر، يعني يدخل المغسل فيغسل الميت، أطال الله أعماركم ورحم الله موتاكم، الذي يحافظ على الميت، على سر الميت، يخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، أجرها كأجر الحاج. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: احفظ السر، احفظ أسرار الخلائق، احفظ ما يظهر لك من عيوب فيهم. وهذا يقاس على جميع المهن والوظائف. المعلم الصادق، المعلم الناجح، المعلم الحكيم هو الذي يستر على تلاميذه. إذا الطالب جاوب جواب مضحك ممكن لأنه أمره صغير أو تصرف هذا، لا ينبغي للمعلم أن يفضح هذا التلميذ أو أن يقلد عليه أو أن يجعله قدام الطلاب يخجله ويخلي الناس تضحك عليه. الطبيب حين يدخل لإجراء عملية أمامه المريض كالميت، لابد أن يستره. سيظهر منه كلام عند الفنج، ستظهر عورته، سيظهر منه شيء، لابد من الستر. القاضي تعرض له القضايا فيحكم، وهذا المتهم بشر، أخطأ، قد يكون قد تاب من فعل وقد أخذ عقوبته. لا ينبغي أن تفضح الأسرار، لا ينبغي أن تذكر، لا ينبغي حين يطلعك الله على أسرار الخلائق أن تفضحها. واجب علينا أن نحفظ أسرار الخلائق. كل إنسان عيوبه يريد أن تستر. الستر، الستر، الحفظ السر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مهم جدا وهو درس أخلاقي بليغ أيضا،
يقول عليه الصلاة والسلام: إذا تحدث الرجل بالحديث والتفت فهي أمانة. يعني إذا واحد وقف معك ده يتكلم معك والتفت، يعني التفت ما راد واحد يشوف يسمع الحكي، مجرد هذه الالتفاتة إشارة لك، تحول الكلام عليك أمانة، صار أمانة عليك أن تحفظ السر. وين جماعة السكرينات؟ وين جماعة اللي يخابرون يفتحون سبيكر؟ وين جماعة اللي ينقلون المحادثات؟ وين جماعة اللي يدخلون؟ فرقت بين الأسر كثير من المشاكل وقعت بسبب هذه، بسبب عدم حفظ السر. إنسان يأتمنك على سر، الله يطلعك على سر من أسرار الإنسان، ويأخذون السكرينات للمحادثات، يسجلون المكالمات، يفتحون سبيكر ويسمعون الناس المكالمات بدون إذن ذلك الرجل، وهكذا تنتشر مسائل الفراق بسبب إيش؟ بسبب قلة تطبيق سنة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. أهم مكانات حفظ الأسرار البيت، أهم المكانات، والقرآن الكريم تكلم عن ذلك، فقال سبحانه وتعالى: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. حافظات للغيب بما حفظ الله، أم البيت لازم تحفظ أسرار البيت. أم البيت هناك من النساء من لم تستطع أن تأكل الأكل الأفضل بسبب فقر زوجها، وأهلها الذين هم في بينهم وبينهم مسافات لا يعرفون بحالها، تستر، لا تنشر الأخبار، لا، بل إن من الفجاء، من المفجعات، من المصائب، من الكوارث، حين تكون هناك أمور خاصة في الدار فينشر الخبر في اليوم الثاني من أهل الدار أنفسهم. اسمع يا رجل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أشر الناس منزلة عند الله، من أشر الناس منزلة عند الله الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. اللي يطلع أسرار البيت، اللي يقعد يشاق ويضحك: أنا البارحة عملت كذا، وأنا البارحة عملت كذا، ويحكي أمور خاصة، هذا عرضك، هذا بيتك، هذا سرك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: هذا من أشر الناس، إن من أشر الناس منزلة عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. سيدنا أنس رضي الله عنه وارضاه، طفل صغير كان خادم النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أعظم التيجان التي يحملها كل أحد أن يكون خادما لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم. أنس بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في شغلة وتأخر، فأبطأ على أمه، فلما رجع إلى أمه قالت له: وين كنت؟ قال: أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فتأخرت. فقالت: ما ها حاجة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أمه تسأله، فقال: يا أمه، هذا سر، إنه سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت أمه: يا بني، احفظ سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول سيدنا أنس، والرواية رواها بعد سنوات طويلة، يقول سيدنا أنس الثابت البناني، يقول: والله لو كنت حكيته السر لأحد كان حكيتونه. هو تعلق في دقيقة، هو هاي ليش وهم السر؟ يعني هو فعلا سر، هو النبي صلى الله عليه وسلم أرسله أكيد في حاجة، يا للسوق، يا روح ابعث فلان، يا صيح فلان، يعني هو طفل صغير، ما ممكن أن يكون قد حمل السر من أسرار الدولة، سر من أسرار الوحي، أكيد مسألة قلش بسيطة. إلى هالدرجة يحفظون السر، الله يرضى عنهم، يعلمونا أن نكون على قدر عالي من حفظ السر. يا كرام، يميز الرجال عن بعضهم بحفظهم للسر. الإنسان الكتوم، الإنسان اللي كما يقول المشايخ، يقول الرجال صناديق مغلقة، قلوبهم صناديق مغلقة، يحفظ السر ويأمن السر وما يحكي وما يفشي أسرار الخلائق ولا يظهر عيوبهم، هذا الرجل، هذا اللي تتكى عليه، وإلا فلا، وإلا فلا. تكلمنا اليوم عن حفظ السر، وأسأل الله أن تصل رسالة هذا اللقاء حين تكلمنا عن قوله صلى الله عليه وسلم: من غسل ميتا فأدى فيه الأمانة ولم يفشي عليه ما يكون منه عند ذلك خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. ختاما: إن المكارم أخلاق مطهرة، الدين أولها والعقل ثانيها والعلم ثالثها والحلم رابعها والجود خامسها والفضل ساديها والبر سابعها والصبر ثامنها والشكر تاسعها واللين باقيها، فاعمل لدار غدا رضوان خازنها والجار أحمد والرحمن ناشيها، صلى الله عليه وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم.
فالدين.